أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع وزير الدفاع جيم ماتس ورئيس الأركان جو دانفورد الخيارات العسكرية لمواجهة كوريا الشمالية. وأضاف البيت الأبيض أن الإحاطة والنقاش تركزا على كيفية الرد على أي شكل من أشكال العدوان من جانب كوريا الشمالية، وإذا لزم الأمر منع كوريا الشمالية من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بأسلحة نووية.